الفرق التي لم تسجل بجوار الخور الشحانية يتواجد فهدونس في دكة البدلاء ويلعب لدينا عادل بدر، لكن ليس بغريب على الظهير الأيمن لأنه في فترة من الفترات عندما كان لاعبا مع كرة عادت نقلات كيديش ساحر جميل كان حاضرا في الموسم الماضي بطريق اليوم بيدرو انفاجئنا في المقدمة، يعني ما تدري مين رأس الحربة مين رأس الحربة. أحب اللي بس ها ما تحس انه يلعب الكرة، هذا يعزف يحاول يمرر كيديش ذهبت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. كرة كيديش حابير عبد العزيز حاتم لعبد الرحمن الجاسم في الكرة الماضية، هذه الكرة الآن وصلت لدى روجر حولها حلو عادت إلى غارسيا حولها ناحية كيديش، الضغط الموجود من حامد جاني ساسي متعة 49 دقيقة فرجاني، لكن روجر الآن يستفيق لا ما يستفيق لاحظ عليه أنه أهدأ اللاعب، هذه لدينا الآن كرة خطيرة الله يركب عدد في اللحظة الأخيرة شوف التعامل الطريق للوصول وهنا الوصول الرياني لكنها لدى خليفة رافع والريان على المشاركة في دوري أبطال آسيا وركنية ريانية تلعب داخل منطقة الجزاء الله بعيد عن الرقابة لم يكن متسللا على الإطلاق خذوهم في الهواء عالي خذوهم نعم وسجل وغير مشجع لجماهير الريان التي حاضر وبقوة من خلاله تأتي الآن وعندها من المهارة الكثير جدا روجر مع عاصم مادامبو ومادامبو